انا نغير من مدينتي، يعني انا راح نغير الوجه الاحسن للمدينه، يعني نمثل يعني الشوارع والمدينه راح تكون كما المنزل تاعي، يعني كما نحافظ على النظافه داخل المنزل ونحافظ على المرافق تاعي تاع المنزل، راح نحافظ عليها خارج المنزل في الحي، المدرسه، الساحات العموميه، الاسواق، يعني راح تكون ثقافه، يعني انه اي واحد هو المسؤول على المخلفات اللي راح يرميها. هذا المشروع اللي كان اقتراح جمعية التبادل بين الشباب، وكان اقترحوا على دار البيئة اللي تبنات المشروع، ونسقت معهم في إطار هذا المشروع والتحضير له. المشروع يعتبر مهم جدا ويستهدف كل المواطنين بما في ذلك الأطفال، حاولنا أنه يكون الكل مشارك معنا، يعني حاولنا إشراك الكل في هذه العملية لأنها البيئة مسؤولية للجميع.